مشاهدينا الكرام إلى واشنطن مباشرة لمتابعة المؤتمر الصحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان. لا يمكن أن نكشف عما يتم تقديمه عكس حلفائنا وشركائنا أو لاعتبارات عملية، لكننا نمضي بسرعة لتقديم هذه المساعدة. دعوني أختم بما يلي. حتى وإن اعترفت روسيا بفشل خططها الأولية وتغير أهدافها، هناك ثلاثة عناصر تظل ثابتة. أولا، روسيا تواصل استخدام جيشها للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية ذات سيادة. ثانيا، الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني سوف يواصلون الدفاع عن أراضيهم بشجاعة. وثالثا، الولايات المتحدة سوف تظل إلى جانبهم كلما دعت ضرورة لذلك. روسيا تحاول إخضاع أوكرانيا لكنها فشلت في ذلك، والآن تحاول السيطرة بعض أجزاء أوكرانيا. قد تنجح في بالسيطرة بعض الأراضي بالقوة، لكن بغض النظر عما سيحدث في الأسابيع المقبلة، من الواضح أن روسيا لن يكون مرحب بها من قبل الشعب الأوكراني. مكاسبها ستكون مؤقتة، بينما يتصدى الأوكرانيون بشجاعة لروسيا ويواصلون معركتهم من أجل دولة ذات سيادة يستحقونها. الآن أنا جاهز للرد على أسئلتكم. فلي أن أسألك عن تصريح الرئيس بشأن الرئيس فلاديمير بوتين. علينا التشاور مع حلفائنا وشركائنا بشأن الآليات التي يتم اعتمادها في المستقبل، والمحكمة الجنائية الدولية هي المكان الذي يتم فيه مقاضاة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب. وكل يوم ما نركز عليه هو مواصلة ممارسة الضغوط على الاقتصاد الروسي وتوفير الأسلحة للشعب الأوكراني حتى يدافع على نفسه. من الواضح روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وسيكون من الصعوبة بما كان تصور عدم استخدام روسيا لحق الفيتو، ولكن هناك حلول مبتكرة لمسألة المساءلة، ولا يمكن أن أتنبأ بالحلول التي يمكن اعتمادها. ولكن ما أستطيع أن أقوله هو ما قاله الرئيس اليوم: يجب محاسبة من يرتكب جرائم حرب، وهذا يجب أن يشعر به كافة المسؤولين الروس، ويجب أن نعمل أن هذه المساءلة يتم تحقيقها في الوقت المناسب. الكثير من الأوكران يرون أن ما حدث هو البدء جماعية. ما رأيكم بهذا الشأن فيما يتعلق بالبدء الجماعية والجرائم الحرب؟ بناء العام شاهدنا حتى الآن رأينا فظائع وجرائم حرب، لكننا لم نرى مستوى من الحرمان من الحياة بشكل ممنهج ضد الشعب الأوكراني حتى يرقى ذلك لمستوى الإبادة الجماعية. ثمة عملية قمنا باعتمادها مؤخرا في وزارة الدفاع لتحديد في نهاية المطاف بأن القتل الجماعي للروهينجا في بورما هو إبادة جماعية. كان ذلك عملية مطولة اعتمدت على أدلة كثيرة خلال فترة طويلة من الزمن، وهذا كان شمل عمليات قتل جماعية وكذلك الوضع قسم كبير من الروهينجا وراء القضبان. نحن نعتمد هذه العناصر لتحديد ما إذا كان هناك إبادة جماعية في أوكرانيا، وكما قال الرئيس لم نصل بعد إلى هذه القناعة. هناك التصريح بأن الحرب قد تمتد، ما رأيكم بهذا الشأن؟ لا يمكن أن نتنبأ، ولكن أستطيع أن أقول إن هذا الصراع قد استمر لأكثر من 5 أسابيع، وخلال هذه الفترة رأينا حجم كبير من القتل والموت وكذلك دفاع قوي من جانب الشعب الأوكراني. عندما نقول أن الصراع قد يكون ممتدا، هذا قد لا يعني عدة أسابيع فقط، والمرحلة التالية قد تستمر لشهور أو أطول من ذلك. يبدو أن هناك توافق بأنه لا يمكن وقف روسيا وأوكرانيا. تعتقد أنها ربما قد تكسب الحرب؟ هل لك أن توضح هذا الموقف؟
نحن نؤمن بأن مهمتنا هي مساعدة الأوكراني. هم يحددون الأهداف في المعركة وفي طاولة المفاوضات. نحن مقتنع أنهم سوف يعملون على تحقيق النصر ونحن سنزودهم بالأدوات للقيام بذلك، لكن لا نستطيع أن نحدد المخرجات. هذا ما يعود للأوكرانيين أنفسهم، ولكن لديهم البسالة والقدرة لا سيما بالنسبة لقوات الدفاع الأوكراني. هناك من توعد بعواقب دون تحديد ماهيتها، وهناك من يقول بأن العقوبات قد لا تكون أنجع سبيل. ما أستطيع أن أقول هو ما قلته من هنا وما قاله الرؤوس من مكان آخر في هذا المبدأ، وهو مبنى، وهو أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا. نسقنا مع حلفائنا وشركائنا بهذا الشأن، نخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الشأن. هل تعتقد أنه سوف يتم التعامل مع جرائم الحرب على أنها إبادة جماعية؟ أولا، نحن نناقش المصطلحات حتى يتم تبنيها. نحن نراقب الأمور تتكشف ونجمع الوقائع، وبينما نجمع الأدلة ونحصل على الوقائع سنصل إلى حقيقة أن الجرائم حرب قد ارتكبت. ورئيس بايدن قال أن بوتين هو مجرم حرب، الكثيرون تعجبوا لذلك، والآن تشاهدون المشاهد التي تأتي من بوتشا اليوم، وهو لم يتردد في وصف ما يراه على الأرض. وبينما تتطور الوقائع، هل يمكن أن نتوصل إلى قناعة مختلفة؟ هذا أمر وارد، ولكن سوف نعتمد على الأدلة والوقائع. بالنسبة للعقوبات، هل يمكن توقعها هذا الأسبوع؟ نعم، يمكن توقع ذلك خلال هذا الأسبوع، ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا نطاق هذه العقوبات. بالتأكيد سيكون هناك عناصر عقوبات اقتصادية جديدة سوف يتم إعلانها. نكتفي بهذا.